تاريخ الاستشهاد هو بعد انتهاء قانون السلامة الوطنية بيوم واحد. أذكر أن الائتلاف طلع بيان قال بما أن اليوم هو آخر يوم في قانون السلامة الوطنية فبكرة اللي هو غدا يعني تاريخ 2/6/2011 على جميع مناطق البحرين وقراها يخرجون في تظاهرات مطالبة بالحرية. يعني أنا كنت جاي من العمل فكان الوالدة هني اللي هي زينب التاجر شهيدة فقالت لي ها يا ولدي يعني وين؟ قلت لها أشوف الدنيا برا مسيرات وتظاهرات. فقالت لي لا تطلع يا ولدي ترى الوضع خطير والشغب برا. فالوالدة كانت واقفة على الباب فكانت تشوف الشباب اللي رايح والجاي تطلب وتدعي والله يحفظكم والله يحرسكم. قلت لها الحين تتحملي روحي تدشي داخل البيت ان شاء الله ما في بلد. باثناء ما كانت واقفه على الباب اللي برا الخارجي كان في مناوشات امنيه. فامي كانت واقفه على الباب فطافوا تقريبا 7 إلى 9 شرطه واللي هم الشباب رايحين ورا النار وسيلات الدموع. واذكر الطلقات الصوتيه كانت كلش عنيفه. فالوالدة على طول سقطت على الباب الخارجي بس طاحت داخل البيت مو برا الشارع. فاخوي الكبير نزل حق يعني سمع اطلاق نار وذا فقال بنزل بشوف الوالدة يعني. فيوم راح على البوابه الخارجيه للمنزل شاف ان هي طايحه يعني تحت وما قادره تتنفس صح. قالت لي ما اقدر اتنفس ابغي هواء. فحاول انه يسحبها لداخل البيت وعلى طول اتصل للاسعاف لانه حاول يسوي لها اللي هو الانقاذ التنفس الاصطناعي ما كان قادر يسوي لها حل. اتصل الاسعاف طبعا الاسعاف كان الاجواء كلش دنجر يعني. فالاسعاف على ما وصل اخذ وقت طويل نقاط تفتيش وديش ونقاط تفتيش وحواجز امنيه. فوصل الاسعاف البيت شالها كان فيها امل بسيط كلش يعني كان المسعف يحاول ينقذها في الاسعاف بس مع الاسف على ما وصلت من البيت الى مستشفى السلمانيه اكثر من 30-35 دقيقه مع ان المسافه ما تاخذ 5 إلى 7 دقائق. وصلت السلمانيه دشت داخل المستشفى وحاولوا ينقذونها في الانعاش يعني في غرفه الانعاش فما استطاع. انا كنت ابكي اذكر يعني يوم وصلت السلمانيه يعني جيت وعرفت ان الوالده نقلوها بالاسعاف فانا سيدا انطلقت رحت السلمانيه. في يوم وصلت بوابه السلمانيه كان تفتيش فقلت لهم ان الوالده يعني تعبانه فكنت اصيح يعني ابكي يعني قالوا لي ان الوالده في الانعاش واحتمال طائل انها تعيش. فجالي احد اتذكر العساكر قال لي ليش تصيح؟ ممنوع تبكي اهدأ استريح يعني اختارها الله الله يتقبل ان شاء الله. فطبعا كذا هو الذبحه الصدريه. هم طلبنا ان نكون نعيش كرماء كعزاء. الحوار لابد منه بس شنو نوعية الحوار؟ الحوار لازم يكون أول نقطة بالنسبة للحوار أنه يلبي مطالب الشعب. أي حوار ما يلبي مطالب الشعب ما راح يكون منه أي فائدة يعني وبتكون الثورة مستمرة أكيد. اليوم المطلب واضح الشعب يريد تقرير مصيره. حوار إذا هو كان من صالح الشعب وكان يعني ما بيجحف حق أي شهيد إلى البحرين يكون حوار صادق. أما إذا كان حوار بدوس على كرامة كل شهيد وبدوس على كرامة كل معتقل الكلمة اللي نوجهها هي الصبر. ما في غير الصبر وان شاء الله كل المطالب راح تتحقق بس بصبرنا بتكاتفنا واهم شيء الوحده. الائتلاف وكل شباب الثوره مشكورين وما يقصرون وكل هذه ان شاء الله الجهود راح تثمر ان شاء الله
بالنصر القريب والمؤثر. أقبل أقدام عوائل الشهداء هنيئا إليهم الشهادة.